ستيف جوبز، من لا يعرفه؟ هذا الرجل أصبح قدوة للكثير من الناس حول العالم، لملايين الناس. استلهموا منه قصة نجاحه الغريبة والعجيبة وقصة مثابرته إلى أن وصل إلى ما وصل إليه، صاحب شركة أو إمبراطورية أبل، واحدة من أكبر الشركات في العالم. الرجل بلغ قمم النجاح نسبيا، واستطاع أن يحقق كل ما كان يريده، وجمع ثروة هائلة. لكن كانت صدمة كبيرة حين تم اكتشاف أو تم تشخيص بأنه مصاب بمرض السرطان، مرض سرطان البنكرياس. كانت فعلا صدمة كبيرة له، وهذا المرض هو الذي أنهى حياته بشكل مأساوي، أنهى حياة واحدة من الشخصيات الأكثر نجاحا في العالم. ولكن قبل أن يموت ترك بضع كلمات، أو لنقول ترك رسالة، وهذه الرسالة موجهة لأي شخص في العالم. كلمات قاسية ومؤلمة إن استمعت إليها بقلبك وعقلك. والآن سأعطيكم ما الذي قاله بالضبط. قال: بلغت قمم النجاح في عالم التجارة والمال وفي أعين الناس، وكانت حياتي رمزا للنجاح، ورغم ذلك كانت البهجة قليلة في حياتي. أما بالنسبة لثروتي فقد أصبحت مجرد حقيقة وواقع اعتدت عليه. في هذا الوقت والآن وأنا ممدد على سريري في المستشفى، أنا فقط أتذكر حياتي الطويلة، وأدرك أن جميع الجوائز والثروات التي كنت فخورا جدا بها أصبحت لا شيء، لا معنى لها مع اقتراب الموت الوشيك. في هذا الظلام كل ما أفعله هو أن أنظر إلى الأضواء الخضراء لمعدات التنفس الاصطناعي، وأنصت لأصواتها الميكانيكية، فأشعر بأنفاس ملك الموت تقترب مني شيئا فشيئا. الآن فقط، وبعد أن أمضيت حياتي محاولا جمع ما يكفي من المال، أدركت أنه كان لدي ما يكفي من الوقت لتحقيق أهداف أخرى لا تتعلق بالثروة، أهداف أخرى أكثر أهمية مثل الحب، الجمال، أحلام طفولتي. الاستمرار في مطاردة المال والثروة يمكن أن يجعل منك مجرد آلي مكوم في فراشه، تماما مثل حالتي الآن. الخالق أعطانا نحن البشر القدرة على أن نشعر بالحب. الحب فعلا موجود في قلب كل شخص، ومصيرنا يجب أن لا يكون فقط الجري وراء الأوهام التي نبنيها والشهرة أو المال الذي دمرت حياتي من أجلهم. حاولت ملأ جيوبي قدر ما أستطيع، والآن لا أستطيع أخذ ولو سنت واحد معي. الآن كل ما أستطيع أخذه معي إلى العالم الآخر هو الذكريات والحب، وهذا هو الغنى الحقيقي الذي يتبعكم ويرافقكم ويتيح لكم القوة والنور لتستمروا. الحب يسافر لآلاف الأميال، فلا حدود للحياة، فاذهبوا حيث تريدون وحاولوا الوصول إلى الارتفاع الذي تريدون بلوغه. إنها إرادتك الموجودة في قلبك. لكن صديقي، هل تعلم ما هو أغلى سرير في العالم؟ نعم، إنه سرير المستشفى، سرير المرض. فأنت تستطيع أن تستأجر أي شخص في العالم لكي يقود سيارتك عنك، أو أن تستأجر أي شخص آخر ليقوم بمهام المنزلية عنك، لكن لن تستطيع أن تستأجر أي شخص في العالم ليحمل عنك آلامك وهمومك ومرضك. يمكنك الحصول على أي شيء مادي في الحياة مهما كان ثمنه غالي، لكن شيء واحد لا يمكنك الحصول عليه ولو كنت تمتلك ثروات العالم بكاملها، إنها الحياة، فرصة ثانية في الحياة. ومهما كانت المرحلة التي نعيشها من مراحل حياتنا، سنضطر في النهاية لمواجهة ذلك اليوم الذي سيسدل فيه الستار. قبل أن يأتي ذلك اليوم، اجمع كنزك الحقيقي من حب عائلتك، حب أصدقائك، حب الناس لك. اعتني بنفسك جيدا، واعتني بأقربائك وبمن يحبونك. كن عطوفا وكريما وحليما مع الآخرين، فلا تدري كم من الوقت بقي لديك. الماديات يا صديقي التي يتعلق بها الكثير من الناس، وأنا أقصد الكثير والكثير من الناس، سواء أموال أو شهوات، دائما تختفي في لمح البصر، ولا يبقى إلا الأعمال الصالحة والحب الذي تركته للناس ولوالديك ولعائلتك ولأصدقائك. البعض يفهمون هذا الكلام، لكن يفهمونه متأخرين جدا بعد أن يكون الأوان قد فات. لكن صديقي، بالنسبة لك الأوان لم يفوت بعد، لهذا عيش حياتك بالحب وكن مختلفا. هذا أخوك يوسف، والسلام عليكم.